بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكوب. لما تيجي تبحث عن المقاتلة الشبحية الصينية جي 20 بتصادفك دايما معلومة بتتكرر كتير، إن الصين رافضة تصدير مقاتلة جي 20 لأي دولة تانية. في حلقة النهاردة هنعرف إن شاء الله إيه سبب رفض الصين بيع مقاتلة جي 20، بس تابعونا للآخر علشان تستفاد بالمعلومة كاملة، ونبدأ على بركة الله. لما تيجي تسأل أي مسؤول عسكري صيني إيه رمز التكنولوجيا عندكو، هتلاقيه يجاوبك على طول بدون تردد المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس جي 20. جي 20 ذات المحركين هي رأس الحربة في سلاح الجو الصيني، لدرجة إن الصين بتقول إن جي 20 تساوي مقاتلة الجيل الخامس F-22 الأمريكية، وكمان بتتفوق على F-22 في بعض الجوانب حسب كلام الصين. لكن السؤال المهم هنا، ليه ما ظهرش أي عملاء لشراء المقاتلة الصينية بعكس عملاء F-35 الأمريكية وسوخوي 57 الروسية؟ في مقابلة أجراها التلفزيون الصيني عام 2014 مع ضابط سابق في المدفعية الصينية، الضابط الصيني يعتبر جاوب على سؤالنا وقال الصين لن تصدر جي 20 بسبب مخاوف من أن تكنولوجيا الجيل الخامس الخاصة بها قد تقع في الأيادي الخطأ. وقال الضابط الصيني أنه طالما أمريكا مش باعت F-22 لحلفائها، يبقى الصين مش في حاجة لبيع جي 20 لحلفائها. وقال كمان أن طالما أمريكا بتبيع لحلفائها طائرة F-35 الأقل قدرة، فإن الصين هتبيع هي كمان مقاتلة FC-31 الصينية، اللي بيقول عنها مفترض تكون بنفس الأداء ومستوى التكنولوجيا الموجود في F-35 الأمريكية. خد بالك عزيزي المشاهد، FC-31 هي نفسها G-31، لكن اختلاف مسميات مش أكتر. وبكده هيبقى في سببين لعدم رغبة الصين بيع مقاتلات جي 20 في السوق الدولية. أول سبب، خوف الصين أن تكنولوجيا الجيل الخامس تقع في الأيادي الخطأ وأن يحصل تقليدها. ثاني سبب، تريد الصين تجنب سباق تسلح في تكنولوجيا الجيل الخامس بين حلفائها وحلفاء الولايات المتحدة. عزيزي المشاهد، ممكن يكون للسببين دول تأثير إلى حد ما على قرار الصين بعدم تصدير جي 20، لكن في أسباب تانية واقعية الصين مش عاوزة تقولها علنا أو تسلط عليها الضوء حتى. زي إيه الأسباب دي؟ خليك معايا للآخر وهتعرف كل حاجة. على الرغم من أن الاستثمار الضخم في الأبحاث المتعلقة بالدفاع لمدة 20 سنة، لكن أداء الصناعة العسكرية الصينية كان سيء جدا في السوق الدولية. وعلى سبيل المثال، في عام 2020 صادرات الأسلحة الصينية العالمية كانت 5.2% فقط من إجمالي تجارة الأسلحة الدولية، ده طبعا باستثناء العناصر الغير متطورة نسبيا زي المركبات المدرعة وطائرات النقل والمدفعية وقوارب الدوريات والأسلحة الخفيفة. الخلاصة إن أداء صناعة الطيران العسكري في الصين سيء للغاية في سوق الأسلحة الدولي. احتمال تدخل FC-31 الصينية الخدمة بشكل كامل في الثلاث سنوات المقبلة، علشان كده الصين بتقوم بعملية تسويق للمقاتلة GF-17 كمقاتلة جاهزة للتصدير. بسرعة جدا أعرفكم على GF-17، هي مقاتلة من الجيل الرابع وخفيفة الوزن، لها محرك واحد ومتعددة المهام، تم تطويرها بشكل مشترك بين الصين وباكستان. وبالرغم من عرضها في السوق الدولية لأكثر من 10 سنين، لكن حققت نجاح متواضع جدا في المبيعات. بصرف النظر ان باكستان بتشغل منها 138 طيارة، لكن مين العملاء الآخرين للطائرة؟ هتلاقي ميانمار اللي بتخضع لعقوبات دولية ومنقطعة عن الأسلحة الغربية بتشغل 7 طائرات GF-17، ونيجيريا بتشغل 3 طائرات منها، يعني لمدة 10 سنين مبيعات GF-17 هي 10 طائرات فقط، وده يعتبر فشل كبير، وده رغم ان تكلفتها 60 مليون دولار، يعني ارخص من مقاتلات الجيل الرابع زي داسو رافال الفرنسية والسوخوي 35 الروسية.
ده غير ان الصين قدمت وسائل دفع اكثر مرونه لبيع المقاتله جي اف 17 زي خطوط الائتمان والمقايضه التجاريه. يبقى حقيقه الامر ان العالم غير مقتنع بجوده الطائرات المقاتله الصينيه، علشان كده لن تشتري من الصين الا الدول الخاضعه للعقوبات وذات الموارد المحدوده. وبكده يبقى ادعاء الصين انها لا تريد تصدير جي 20 خوفا من قيام الدول الاخرى بنسخ تقنيتها هو مجرد عمل دعايه لتكنولوجيا الطيران في الصين، والغرض منه استهداف الجمهور المحلي بان الصين قادره على صناعه مقاتله تنافس وتتفوق على افضل مقاتله للولايات المتحده وهي F-22. واغلب المحللين في مجال الشؤون العسكرية اتفقوا ان جي 20 ليست قريبة من F-22 او حتى F-35، ولكن هي ادنى من الطائرتين. ولما الصين بتقول هنصدر F-C-31 هي بتبعت رسالة للعالم ان F-C-31 نفس قدرات F-35، وده غير صحيح طبعا. وبغض النظر عن عيوب F-35 اللي قلناها في اكتر من حلقة سابقة، لكن F-35 لها قصة نجاح تجاري مع اكتر من 635 طائرة تعمل حاليا في 15 دولة بجانب الطلبات المقدمة عليها، واخرهم طلب سويسرا للمقاتلة F-35 بعد منافسة شديدة مع الرافال انتهت باختيار سويسرا F-35 بعقد قيمته 6.5 مليار دولار. ولما F-C-31 الصينية تدخل الخدمة بشكل رسمي خلال الثلاث سنوات القادمة، في شك كبير انها تحقق نفس النجاحات التجارية لF-35 الامريكية. موقع يورو اسيان بيقول في النقطة دي ان من المعروف ان الطائرات المقاتلة الصينية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الروسية العكسية والتكنولوجيا الامريكية المسروقة. والموقع اعطى مثال ان بعد 9 سنوات من دخول جي 20 الى الخدمة كان محركها هو AL-31 المصنع في روسيا، وتم استبداله في عام 2020 بمحرك WS-10C اللي اتصنع في الصين، وده دليل على تأخر التكنولوجيا في الصين. في مشكلة كمان بتقابل صادرات الصين من جي 20 وFC-31، ان الطيارتين دول بيحتووا على تكنولوجيا روسية ولا يمكن تصديرهم دون موافقة روسيا، ده على الأقل من الناحية النظرية. وطالما ان أسلحة الصين بتحتوي على تكنولوجيا روسية، يبقى انت لو عميل وعاوز تشتري سلاح معين ليه تروح للصين وما تروحش لروسيا مباشرة؟ ده سؤال واضح ومهم جدا، والإجابة بسيطة، أكيد العملاء هيفضلوا الشراء من روسيا عن الصين. في عام 2015 اشترت الصين نفسها 24 مقاتلة روسية من طراز سوقوي 35 متعددة المهام مقابل 2 مليار دولار أمريكي. لماذا دولة تدعي أن مقاتلاتها في نفس مستوى مقاتلات F-35 وF-22 تروح تشتري طائرة روسية زي السوقوي 35 الموجودة في الخدمة من 20 سنة؟ ده يعتبر برضو سؤال واضح وإجابته بسيطة، لأن تكنولوجيا روسيا في السلاح الجوي متطورة عن التكنولوجيا الصينية. ممكن تكون الصين قامت ببعض التحسينات المهمة في تكنولوجيا طائراتها المقاتلة، ومع ذلك فإنها لا تزال وراء الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا. ممكن في المستقبل تنتج الصين طائرات مقاتلة بجودة المقاتلات الأمريكية، لكن الأمر يتطلب أكثر من مجرد التمني للقيام بذلك. حلقتنا انتهت، أتمنى تكون الحلقة مفيدة، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.